بالرغم من ابتعاده عن اليمن وعن المناصب العليا، إلا أن علي ناصر محمد ظل حاضرا في كل شاردة وواردة تخص قضايا اليمن. علي ناصر محمد، أهلا وسهلا بك في الحلقة الرابعة والأخيرة من هذا البرنامج. أبدأ معك من وثيقة عمان. أنت أتيت من دمشق للمشاركة مع عدد كبير من أطياف الأحزاب السياسية والزعماء في اليمن. ماذا جرى في هذا المؤتمر وكيف كانت هذه الوثيقة؟ وقبل المؤتمر كان في أزمة، ممكن نسميها أزمة ثقة، بين الرئيس علي عبد الله صالح ونائبه علي سلبيذ، وأدى الخلاف إلى أنه علي عبد الله علي سلبيذ ينسحب من صنعاء ويعتكف في عدن، يسموه الاعتكاف أول وثاني وثالث. وقالت وساطات بين علي عبد الله صالح وبين قيام بعض الشخصيات حل الأزمة وديا، ولكن الأمور تعقدت إلى حد أنه البعض كان كل واحد بيهاجم الثاني، وكان الحل هو أن يجري حوار، والحوار هو الأسلم تاريخيا. نحن كنا في خلافات وصراعات بين الشمال والجنوب، حلينا عبر الحوار، وكان لابد أن تحل المشكلة أيضا بالحوار، لأن حتى الوصول للوحدة كان بالحوار وليس بالحرب. واحتكمنا للقط الحرب بدل لقط السلاح لما كنت في السلطة أنا. إذا المشكلة كان لابد أن يكون بالحوار وليس بحرب ثانية أخرى في 94. فوضعوا وثيقة وسموها وثيقة العهد والاتفاق. أنا أتذكر اتصلوا بي، أنا أنصح أن يكون يوقع الاتفاق الوثيقة في صنعاء أو عدن. أنت كنت في دمشق؟ أنا كنت في دمشق، بس اتصلوا بي مشان الحضور. أنا أفضل نبدأ باليمن، ما ننقل الأزمة لخارج اليمن. أنا أتذكر نصحتهم أنه يكون في حضرموت إذا ما تريدوش. المهم رفضوا الطرفين، أصروا على أن يكون اللقاء، لأنه علي عبد الله صالح ما بيزورش عدن بسبب الأزمة، وعلي البيض ما بيروح صنعاء. إذا الحل في عمان بالأردن. رحب الملك حسين بالمؤتمر وحضرت تقريبا. مين صاحب الفكرة؟ عم تقول رحب الملك حسين، يعني مش لأنهم كانت صلوبة، يمكن لجنة الحوار في لجنة اللي وضعت الوثيقة، يمكن أن الطرفين بيكونوا علي عبد الله صالح، ومؤكد أنه لازم يوافق علي عبد الله وعلي البيض. المهم رحب الملك بالمؤتمر وحضرت تقريبا كل قيادات اليمن شمالا وجنوبا، يعني كلهم بدون استثناء. نحن كان المفروض يقولنا الدعوة، فوقعوا لي الدعوة، وقعوا أيضا المشير السلال رحمه. مين اللي وجه لك الدعوة؟ علي عبد الله صالح هو البيض واللجنة المنظمة لليمن. المهم حضر السلال، كان أول رئيس، حضر الأرياني ثاني رئيس في صنعاء، حضر واحد اسمه عبد الرحمن، الدكتور عبد الرحمن البيضاني، وحضرت يعني كل القيادات شمالا وجنوبا الأولين واللاحقين. أنا جيت وصلت لعمان، أتذكر أن الرئيس علي عبد الصالح اتصل بي في المساء وقال لي تعال أشوفك. جيت لعنده، استقبلني، تحدثنا، شرح لي الأزمة، وقلت له نعمل يعني أنه تتجاوزوا هذه الأزمة. هذه الوثيقة فيها مشروع دولة، أنا قرأتها، مشروع لبناء دولة، يعني هي عبارة عن تضمن زي فيدرالية في بين المحافظات، سموها مخالف هنا. فإحنا موجودين، أقال الملك حسين فقال كان علي عبد الله يسكن في اسمه قصر الهاشمية في عمان. وصل الملك حسين إلى القصر وبلغونا أنه خرجنا نستقبلنا والرئيس علي عبد الله صالح على باب القصر، وتفاجأ الملك حسين عند الرئيس علي عبد الله صالح.
بيعرفني وبعرف أنا، ورحب بي وأهلك في عمان وفي بلدك في وطنك في. فقلت له نعمل تجد فرصة بعد المؤتمر نزوركم. طبعا بعدها نزلت في ضيافة الملك حسين بعد ما انتهى المؤتمر. فطلبوا ان نجلس مع بعض علي عبد الله الصالح، والملك رحب بهذا. قلت له انا لا اعطيكم فرصه، لانه بكره الاجتماع فرصه انكم تلتقوا اذا في امور، انا ماشي اتدخل ولا اشياء اضيع من وقتكم. انا طبعا اعطيت فرصه فعلا يعني. كان علي عبد الله مصر، قلت له لا احنا على الباب. لكن قلت الملك انا عندي طلب. طبعا الملك حسين مهذب على طريقته، قال تفضل سيدي. قلت له اليوم وصلوا الناس كلهم، اليمنيين كلهم قادوا وعندهم وثيقة سوى قواقدا تحت رعايتكم، ولكن أشعر هؤلاء غير صادقين. قال علي عبد الله صالح مين؟ قلت لا أنتوا البيض، أنتوا هربتوا للوحدة عام 90 والآن تهربوا من الوحدة 94، ولهذا أنا رأي جلالة الملك أن هؤلاء الأخوان الرئيس علي وعلي عبد الله موجود لا يغادروا عمان إلا بعد يتصالحوا تكون صلح كامل. واحد قلت لهم بكرة بيوقعوا على الوثيقة، لكن أنا أخشى لا تنفذ الوثيقة، ولهذا أنصح أن يبقوا يوم يومين، قلت له أسبوع أسبوعين حتى تزيل أي خلاف بينهم. واحد اثنين ما ذكر الضوء، احنا واقفين لحظات. قلت اثنين، قلت له انه تتوجع بعد توقيع وثيقة العهد والاتفاق الى صنعاء مع علي سال البيض، مع علي عبد الله صالح وعلي سال البيض. هناك البيض كان ما ادلش القزم يمين اي النائب رئيس، وهناك يد اليمين ما منا بحضوركم في صنعاء. بعدها انصح تنتقلوا لعدن، لانه كان في العاصمه الاداريه والعاصمه الاقتصاديه تؤدي تجتمع الحكومه في عدن بكامل اعضائها بحضورك انت والرئيس علي عبد الله صالح. عاد قضيه كان بين الشمال والجنوب، وهنا نكون طبعنا الاوضاع كامل. انا هنا ساتمنى، وهذا نصيحتي. لا واذا كنت تتكلم، واذا كان رفضوا هذا الاشياء، قلت له انا رايي اخليهم عندك اعتقلهم خلصنا منهم. قال الرئيس عبد الله تشتي تكون بديل لنا؟ قلت له ما اكون بديل لكم ولا احاسبكم، بس اهم شيء انكم تتفقوا على هذا. اللافت ان تقديرات علي ناصر محمد حيال نشوب الحرب كانت صحيحه. اليوم الثاني وقعوا على وثيقه العهد، خذ دقيقتين، وقعوا على وثيقه العهد في المساء. اليوم الثاني الصباح في المساء عمل حفل الملك حسين، حفل عشاء كان رمضان اتذكر. وعمل انا كنت ساكن في 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 احد الفنادق. فجاه الصباح يتصلوا بي من مكتب الرئيس علي عبد الله صالح، تقول لي تحرك فورا الى، انا كنت نايم احنا سهرنا طول الليل رمضان كان. ولانه انتهت كل شيء وقعوا، قالوا مطلوب ثقيله عند الرئيس في القصر الهجميه. قال لي رسول خاص كان الله يرحمه مجاهد ابو شوارب، فشخصيه مهمه يعني. قلت له في ايش؟ قال لي ما بعرف. مشينا وصلنا حصلنا الرئيس امام القصر مع الوفد اليمني، والملك حسين امام الباب عند باب القصر الهاشمي. الرئيس عبد الله صالح يقول الكلام، يا جلاله الملك هذا هو رجل الوحده، هو بطل الوحده، هذا الرجل اللي هذا الرجل الوطني كان يتكلم عني كلام ما كان كلام ممتاز. الآن أعينه أنا موافق أن يكون رئيسا نائبا للرئيس بدل علي سال البيض، ورئيسا للوزراء بدل العطاس. من قصر الهاشمية وأمامك وأنت شالي، لأن هذا ما له علاقة بالوحدة على البيض وعلى العطاس. أنا وأنا عني ما سلمت عليهم، قاعد سلمت عليهم كلهم والله كما أتذكر الموقف ما أنسى. قلت له قلت الملك وقلت كلام اللي قلت الملك، وقال لك الرئيس عبد الله صالح انه انا شغلك هيك، لما اتفقوا عام 90 خرجوني من اليمن. علي عبد الله صالح الرئيس علي عبد الله صالح وعلي سال البيض كان شرطهم ان لا يدخلوا
ورئيس علي وافق على اخراجي من اليمن. الان في قصر هاشمية يشتروا الجنود، اختلفوا وطلعوني، لا اتفقوا ورجعوني، عفوا اتفقوا وخرجوني واختلفوا بيرجعوني. انا لا اريد، قلت له علي عبد الله البيض عرض علي ان اعود وهو يعرض علي ان اعود. انا لا اريد لا نائب رئيس ولا انا اريد حل سياسي يجبن حل هذه المشاكل بالحوار. انا شوف ان الحرب امامي ولهذا لابد من حل سياسي لله. وانا قلت له علي انا مستعد اروح لعدن لحل الخلاف بينك وبيني، لكن البيض توجه من قصر هاشمية ذكرتنا، اختلف مع علي عبد الله صالح، سافر على الرياض وعلى عمان وبعدين رجع لعدن، خلاص قضية كان. يومها بعدها توتر الموقف، أعلنت الحرب 94 في مايو 94، حرب ال 94، ثم أعلن الانفصال في 22 مايو عام 94، ودخل واستمرت الحرب. وفي 7/7 دخل علي عبد الله صالح إلى عدن، دخلت القوات اللي يسموها الشرعية، ما فيها أنصارنا اللي كانوا معنا، لأنها مع الوحدة. استفاد منه علي عبد الله صالح من الوجود اللي معنا هذاك، ما استفادوش من جماعتنا. المهم لهم وصلوا دخلوا، اتصلت علي عبد الله صالح قلت له شوف الان، قلت له ادخلوا قبل ما ادخلوا عدن، ادخلوا عدن لا تنتقموا من الناس، تعامل مع الناس بطريقه حضاريه، ولا تسمح لجماعتنا اللي كانوا معي 86 اللي خرجوا بالقوه ان ينتقموا من احد. انتم ادخلوا واحترموا الناس واحترموا البيوت واحترموا العائلات. المهم دخلوا، طبعا هربوا، هرب البيض الى عمان، وهرب العطاس الى وهربوا يعني كلهم هربوا، بقي الناس في خلص انتصر علي عبد الله، انتصر علي عبد الله صالح يسموه في تاريخ 7/7/1994. بدات كلمه صغيره، شوف انت دخلت انتصرت، نصيحتي ان تبدا حوار مع الطرف المهزوم. 86 طلبنا ان الحوار، رفضوا يتحاوروا معنا. انا اقول لك انت تحاور معهم، المنتصر هو اللي كان المفروض صحاب هذا يتحاوروا معنا بعد ما تركنا، فرفضوا خرجوا اليوم. احنا طلعنا 86 وخرج 94 في الخليج وكل مكان، ولهذا قلت لهم ابدا حوار، ولان المنتصر هو الذي يمكن يقود الحوار هذا، ولمصلحتك ان تقود الحوار، لا من اجل ان التئام هذا الشرخ في قسم الوحده الوطنيه واليمني. مع الاسف ما كان في استجابة أنت تتعاطف مع ناس حكموا عليك بالإعدام وحاربوك، قلت كله صح كلام، خلص صار عنده شعور بالعنجهية وبال يعني كان بالنصر، كان يقول بالنصر يعني. وبعدين بس ما أحسنوا إدارة الناس، لهذا ظهر بعدين فيما يسمى الحراك السياسي في الجنوب، الحراك السلمي في الجنوب، لأنه بدأ حراك في صنعاء في 2011 أدى هذا إلى تغيير النظام في صنعاء وتغيير الرئيس في صنعاء. عام 95 من القرن الماضي يؤسس علي ناصر محمد مركز الدراسات الاستراتيجية. شو السبب توجهك بهذا الاتجاه؟ شو أنا الصراع بعدما وصلت لدمشق بدأت أكتب مذكراتي. أنا خلاص قادر السلطة زي ما قلت لك مش نهاية الحياة، إذا لابد من خيار آخر، مش خيار السلطة. خلص قطعت مع السلطة. لا مش خيار السلطة، أنا قلت قربت عرض علي رسميا الرحمة علي عبد الصالح، قال لو عرضنا على وزير من أقصى الدنيا بيجي يتحمل، قلت له مش أنا، عرضنا عليك نائب ورئيس مش أنا. أنا لا أريد أن أدخل في صراع، مش أنك مش حب فينا، لأنه البيض اشتري معه ضد علي عبد الله صالح، وعلى من عرض علي ايضا ان اكون رئيس بدله، فربطت فمكرت انا انه الحل الاخر هو ان انا اولا اتفرغ لمذكراتي بعد، والثاني ان انشاء مركز المركز هذا الاستراتيجي. وقعت رساله للامين العام للمتحده بطرس قالي كما اتذكر، واستجاب وكلف الاسكوا كان مقرهم في عمان بالدعم باعداد نظام للمركز العربي ودعم المركز العربي وتنظيم مؤتمر للمركز العربي، وفعلا وضعنا وضع النظام، ناقشت معهم، كلف فريق المساعدة في من الاسكو منظمة الاسكو في عمان، وقالوا لا زاروني دمشق، رحت لهم لعمان، وبعدين دعيت الى مؤتمر التأسيس الأول للمركز في دمشق، وحضر كبار المفكرين والمثقفين في هلا، وكان له دور مهم جدا يعني.
عند هذه النقطة أنهي الجزء الأول من الحلقة الرابعة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة مع علي ناصر محمد. ومع اقتراب نهاية الحلقة الرابعة أعود بمحدثي إلى آرائه حيال عدد من الشخصيات العربية الهامة والمؤثرة. علي ناصر محمد، عندما دخلت بيتك رأيت جدارية عليها لقاءاتك مع شخصيات عديدة في العالم، زعماء، ومنها اللقاء مع عبد الناصر. تقييمك لهذه الشخصية؟ أنا أعتز بالتاريخ مع هذه الشخصيات، ولكل صورة قصة وحكاية وتاريخ، لكن من الصعب أن أروي كل شيء عن هذه الصور وتحدث عنها في مذكراتي. لكن طالما الحديث عن الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس جمال عبد الناصر، فسأتحدث عن لقائي معه في طرابلس بليبيا. أول لقاء. أول لقاء. ومع الأسف آخر لقاء. حينها كنت وزير للدفاع، حضرت احتفالات ليبيا عيد الجلاء، قوات البريطانية والأمريكية من قاعة هويلز، حضر حينها كثير من الزعماء العرب، الرؤساء العرب، وكنت أنا حينها وزير للدفاع. ترتيبنا ضمن الرؤساء كنا في آخر الصف وآخر الطابور. في نظم كان القذافي الله يرحمه يعمل مهرجانات الصبح والظهر والعصر، مهرجان. طبعا عبد الناصر كان يخطب يعني، لكن يعني كان محب عبد الناصر. انا كنت احب عبد الناصر، انا سميت ابني جمال. صحيح. فمر الصباح مهرجان، الصباح مهرجان المساء في الاستاد الرياضي اتذكر. مر علينا، كان الى جانبي الشيخ خليفه بن زايد. حضر، كان ولي عهد ابو ظبي. انا ما اعرفوش سنه 70 هذا قبل ما حصل على استغلال دوله الامارات. ف مر علينا واحد، انا تعرفت على خليفه في المنصه، شفت له احد لابس عقال، قلت له من انت؟ قال لي انا خليفه. خليفه بن زايد. ما هو كان مؤدب. كان مؤدب حتى لما التقى، ولا يزال بنفس الطريقة. يقول مؤدب. بعدين اجى عبد الناصر. مر علينا الصف الاول يسلم عليه واحد. طبعا سلم علينا، قلت له فخامة الرئيس، انا علي ناصر محمد وزير الدفاع في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، اهلا وسهلا بك. قلت له لو سمح وقتكم نريد ان شاء الله نزوركم قبل سفرنا. قلت هذه كلمة أن ذا التبارة تارة تباش قد طلبت الله. والله يزي ما أكلمك لك. قال لي إن شاء الله، بس ما طبعا عبد الناصر بهذا الجمهور بالرؤساء بالزعماء بالجماهير، يعني أنه يتفرق مشغول جدا، يكون فاضي لي أنا بهذا وأنا ما على الطريق وما في معرفة وأنا في وزير دفاع مش رئيس دولة حتى. المهم بعدين مر وسلم علينا واستمعنا لخطاباته، كان يعني مهوب بالنسبه للجماهير. وماذا عن الراحل السادات؟ السادات التقيت مو في عام 71، كنت في زياره رسميه كرئيس وزراء. وعام 72 كمان عندما كنت ايضا رئيس وزراء بعد اتفاقية الوحدة بقول لك. فاللقاء كان مع الأول وأنا في طريقي إلى موسكو. وكان استقبلنا في القناة الخيرية، كان عنده استراحة هناك، وكان يشعر بوعكة حينها، ما كان في المكتب ولا في الرئاسة. وكان حديثنا عن اليمن ودعم اليمن وقال أنتم بحاجة لأنكم توجدوا علاقات مع الخليج.
اذا ما تعملوا معهم تفتح علاقه معهم تخسروا. انصح انكم تفتح علاقه ولا بتخسروا وتتعبوا. قال احنا قربنا وتعبنا وش يدخل في التفاصيل كان هذا كان. لكن اهم شيء الثاني اللقاء الثاني كان بعد ما وقع اتفاقية الوحدة بين 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 اليمن الشمال والجنوب في جامعة الدول العربية رأوا بحس العيني. أيوة. انتقلنا من 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 الجامعة العربية بعد هذه كانت أول اتفاقية الوحدة بين الشمال والجنوب في 28 أكتوبر من عنده من الجامعة العربية إلى إلى عند الأسادات وسلمنا عليه وبارك الوحدة وتمنى لها النجاح لأنه كان اتفاق إنه بعد سنة يتم تحقيق الوحدة اللبنية. كانت صعوبة 72 الظروف لا تسمح كان تحقيق الوحدة اللبنية. لك كتاب بعنوان رحلتي مع زايد. باختصار شديد عن هذه الشخصية. زايد كما يسموه حكيم العرب. وأعتقد الذي أطلق عليه هذا اسمه كان موفقا لأنه كان حكيما وكريما. هذا الرجل دائما بس على أحوال الناس بيساعد كل الشعوب. أنا لا أنسى له طبعا نتحدث حول لقائي مع الأول مشان ما كرر كلام في لاهور باكستان وكيف قدمنا الدعم صحيح. لكن الأهم من ذلك كنت مرة في الكويت وفجأة قالوا لي الكهرباء توقفت في عدن أو بتوقف لا صح كان قبل رمضان أتذكر فعام 81 أو 82 فتوجهت من الكويت إلى عدن كان المفروض عندي زيارة ثانية أنه إذا كان تتوقف الكهرباء في عدن عندنا كان رمضان عندنا امتحانات عندنا صيف كمان الجو حار فتوجهت إلى ذكر كمان الآن ليش بذكر زايد من المطار إلى إدارة الكهرباء كان ال مدير الكهرباء الهيئة العامة للكهرباء اسمه محمود طرموم اتذكره اجيت في حاله قال لي نحن بكارثه ولكن الحل قلت له الحل استرداد محطات جديده اتصلت بزايد قلت له زايد انا ورا في الكهرباء انا موجود في الكهرباء نحن في كارثه بعد بالله قال لي بشر اتفقنا على محطتين فورا فورا محطتين الكهرباء في منطقه اسمها المنصوره حي المنصوره وحي خور مكسر هذه تم اتفاق عليها في اسرع وقت يعني جابوا الكهرباء حول المولدات كان اصعب شيء اتخذ قرار انك توقف المكيفات في البيوت الجو عدن حار رحت انا اول حاجه جمعت مجلس الوزراء بنفس اللحظه اوقفت المكيف في 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 المكتب فتحنا الشبابيك رحت بيتي اصطفت الوزراء اوقفنا المكيفات في البيت بدات انا بدات نفسك وهذا عملناه وفرنا طاقه وما انقطعت الكهرباء حتى حلت المشكله. في نهايه الحلقه الرابعه لابد لي ان اشكرك جزيل الشكر على مشاركتك في برنامج حقائب مع اكرم خزام. اعزائي المشاهدين الى اللقاء الأسبوع القادم في حلقة جديدة مع شخصية جديدة في برنامجنا حقائب مع أكرم خزام.